أهلا بكم. رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التعليق على الأنباء التي تداولتها وسائل إعلام إسرائيلية عن زيارته إلى السعودية، فيما انتقد شريكه في الحكومة بيني غانتس كشف الزيارة واصفا ذلك بالأمر غير المسؤول. أيضا كان وزير التعليم في الحكومة الإسرائيلية يوف جالانت قال إن نتنياهو ورئيس الموساد يوسي كوهين زارا أمس الأحد السعودية التقيا بولي العهد السعودي محمد بن سلمان. ومن جهته نفى وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان في تغريدة حصول اجتماع بين ولي العهد السعودي ومسؤولين إسرائيليين في مدينة نيوم. المبدأ تل أبيب والمقصد مدينة نيوم السعودية. طائرة حملت على متنها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ورئيس جهاز الموساد يوسي كوهين وفقا لإذاعة الجيش الإسرائيلي. 5 ساعات من الإقامة قضاها الوفد في ضيافة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الذي عقد محادثات معه بالاشتراك مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو. يقول مسؤولون إسرائيليون ووسائل إعلام إسرائيلية السعودية التي التزمت الصمت لبرهة سارع وزير خارجيتها لاحقا لنفي عقد أي اجتماع ثلاثي، وبالمقابل فإن نتنياهو لم يبادر للنفي بل زاد الأمر غموضا برفضه التطرق لمثل هذه الأمور السرية. لم أتطرق أبدا إلى هذه الأمور طيلة سنوات عملي كرئيس للوزراء ولن أتطرق الآن. سرية أحاطت بالزيارة التي لم يطلع نتنياهو عليها حتى شركائه في الحكومة وفي مقدمتهم بيني غانتس، غير أن غانتس أكد بشكل غير مباشر وقوع الزيارة عبر وصفه الكشف عنها في وسائل إعلام بالأمر غير المسؤول. سرية تثير تكهنات حول طبيعة المحادثات التي جرت بين الأطراف الثلاثة، خاصة وأنها تزامنت مع خسارة راعي تطبيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للانتخابات الرئاسية. تطبيع سار في طريقه أبرز حلفاء السعودية وهما البحرين والإمارات، فهل حان الأوان لانضمام الرياض لقطار التطبيع الذي أعلن وزير الخارجية السعودي استعداد المملكة للحاق به شريط حصول الفلسطينيين على دولة؟ موقفنا لم يتغير، إنه واضح تماما. لقد دعمنا التطبيع مع إسرائيل فترة طويلة، ولهذا طرحنا مبادرة السلام العربية لعام 2002 والتي تصور التطبيع الكاملة مع إسرائيل. أم أن الزيارة لها علاقة بالتسريبات التي أفادت بعزم الرئيس الأمريكي وفي الوقت بدل الضائع من ولايته توجيه ضربة عسكرية لإيران؟ تساؤلات قد تكشف الأيام المقبلة عن أجوبتها، إلا أنها وبغض النظر عن كل ذلك فإن أبرز دلالاتها أن المملكة لا تزال ماضية في مسيرة التطبيع على استحياء بانتظار اللحظة المناسبة لإشهار هذه العلاقة. وفي سياق متصل أعرب رئيس الحكومة الفلسطينية محمد الشتية عن حزنه لقيام دول عربية لم يسمها بمباحثات لفتح سفارات في إسرائيل، بينما لا يوجد لديها سفارات في دولة فلسطين التي يعترفون بها على حد قوله. أيضا أكد شتية دعوة الرئيس محمود عباس إلى حوار عربي والتنسيق مع القيادة الفلسطينية في القضايا التي تعنيها. تحزننا الأنباء التي تتحدث عن قيام دول عربية بمباحثات حول فتح سفاراتها أو سفارات لها في إسرائيل، خاصة أن هذه الدول ليس لها سفارات ومقرات دبلوماسية على أراضي دولة فلسطين التي يعترفون بها. إنني أؤكد على دعوة سيادة الرئيس أبو مازن لحوار عربي حول ما يجري ولضرورة التنسيق مع القيادة الفلسطينية في أي شأن يمسنا. ومن جهته قال نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين قيس عبد الكريم، قال إن استجابة السعودية للتطبيع مع إسرائيل يقود إلى تصدع في الموقف العربي. وشدد عبد الكريم على أن الاستجابة السعودية لمحاولات التطبيع ستحدث تأثيرا سلبيا أكبر من خطوتي البحرين والإمارات، وداعيا الرياض إلى رفض التطبيع والالتزام بما أعلنته تجاه القضية الفلسطينية.
هذا وأدانت حركة الجهاد الإسلامي في بيان صحفي استقبال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في السعودية، ووصفت الحركة ذلك بالسقوط السياسي وخيانة للقدس ومكة والمدينة المنورة على حد تعبيرها. الحركة أشارت إلى أن هذه الزيارة ستشجع الاحتلال على الاستمرار في سياساته العدوانية في فلسطين، وحذرت من أن تكون مقدمة لعدوان واسع يستهدف الشعب الفلسطيني. من القدس ينضم إلينا مراسلنا أمير الخطيب، كما ينضم إلينا من رام الله مراسلنا عميد شحادة. تبدأين مع عميد؟ نبدأ مع عميد، أهلا بكما عميد. كيف يتفاعل خبر في حال حدوث انعقاد الاجتماع بين نتنياهو وولي العهد السعودي؟ كيف يتفاعل فلسطينيا في الأروقة الفلسطينية الرسمية؟ نعم صبا، في على المستوى الرسمي الفلسطيني لم يصدر أي تصريح أو أي بيان بخصوص المعلومات الواردة عن زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للسعودية، ولكن قبل قليل اتصلت بمسؤول كبير في السلطة الفلسطينية فضل عدم الكشف عن اسمه. قال لي، سألته لماذا لم يخرج أي موقف من هذه المعلومات، قال لي إن السلطة الفلسطينية تأكدت أن نتنياهو لم يزر السعودية. وعندما سألته كيف تأكدت من ذلك، قال لي عبر طرقنا الخاصة، وأن السلطة الفلسطينية تعرف أن السعودية هناك ثلاثة أمور تمنعها من إعلان التطبيع مع إسرائيل، وأنه لم يعد سرا العلاقات بين السعودية والعلاقات بين السعودية وإسرائيل، ولكن ما يمنعهم من إعلان التطبيع هو ثلاثة أمور. أولها أن السعودية تخشى على مكانتها كزعيمة للعالم الإسلامي، وهناك تخوف من حلول تركيا وإيران في هذه المكانة. والسبب الثاني هو مكانة القدس بالنسبة للسعوديين تختلف عن مكانتها بالنسبة للإمارات والبحرين. مسؤول آخر في منظمة التحرير الفلسطينية أكد الأمر ذاته، وأيضا فضل عدم الكشف عن اسمه. قال إن السعودية أنه لا يعتقد بأن السعودية تريد أن تظهر بمظهر وزن الإمارات والبحرين وأن تذهب إلى تطبيع بلا ثمن، وأن السعودية موقفها أن تطلب ثمن بقيام دولة فلسطينية من أجل الذهاب إلى تطبيع. ولكن هذه المعلومات بما أن الذين سردوا هذه المعلومات رفضوا الكشف عن أسمائهم قد لا تكون دقيقة وقد تكون مجرد تحليلات. على المستوى الشعب الفلسطيني هناك تفاعل كبير مع موضوع الأخبار الواردة عن زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى السعودية باستهجان كبير، ولوم على السلطة الفلسطينية بأن الذهاب لإعارة العلاقات مع إسرائيل في هذه النقطة قد يكون بداية لفتح موجة تطبيع جديدة من دول عربية. نعم عميد، في هذه النقطة بالتوازي مع الزيارة، في شأن آخر يقول شتية بأن يؤكد على دعوة الرئيس محمود عباس إلى حوار عربي والتنسيق مع القيادة في القضايا التي تخصها. ما الذي نفهمه من هذا التصريح خصوصا بعد فشل الجامعة العربية في إدانة التطبيع؟ يعني وكأن السلطة ظهرها مكشوف عربيا في الأيام الأخيرة، في الأشهر الأخيرة. نعم، السلطة الفلسطينية فعليا تعيد نفس الشريط الذي تكلمت به عندما تطبعت الإمارات والبحرين مع إسرائيل، وأن السلطة تقول أنه لم تمثل أحد للحديث باسمها. وكما قلت لك، السلطة فعليا بما أنها عارت العلاقات مع إسرائيل هي سلمت بالأمر الواقع وتشعر بالعجز عن وقف التطبيع العربي مع إسرائيل، وبالتالي حديث شتي وكأنه يقول بأن على العرب قبل التطبيع أن يتشاوروا مع السلطة الفلسطينية، لعل وعسى أن يكون ذلك يساعدون السلطة الفلسطينية في إقناع إسرائيل بحل الدولتين ووقف الاستيطان وما إلى ذلك. السلطة الفلسطينية فعليا فشلت في وقف التطبيع، ولكن المطالب الآن أصبحت أقل من الدول العربية بأنه التشاور مع الفلسطينيين في هذه الأمور. عندما يريدون أن الذهاب إلى إسرائيل بعلاقات مع إسرائيل عليهم أن يتشاوروا مع الفلسطينيين، ربما لكي تطلب السلطة الفلسطينية من هذه الدول التي تنوي التطبيع أن تضع شروطا للتطبيع مع إسرائيل أو تكون وسيطة من أجل التوصل إلى حلول على أرض الواقع، بما أن السلطة فشلت في وقف هذا التطبيع وتراجعت فعليا عن سحب سفيريها من الإمارات والبحرين الذي كانت هددت بأنها ستتخذ الموقف ذاته من أي دولة ستذهب إلى التطبيع. هناك طبخة سياسية غير مفهومة لغاية الآن، خصوصا مع عودة السلطة إلى العلاقات الأمنية مع إسرائيل، مع الأخبار الواردة عن زيارة رئيس الوزراء إلى السعودية بوجود وزير الخارجية الأمريكي. هناك طبخة سياسية غير واضحة ما الذي تعرفه السلطة الفلسطينية، وليس كل ما تعرفه تقوله، لذلك يمكن أن تكون الأيام القادمة تكشف الكثير من الأمور. دعنا نذهب إلى أمير عميد. أمير، في إسرائيل هناك رفض تعليق من نتنياهو
في نفس الحكومة وزير التعليم يوآف جالانت يؤكد أن الزيارة تتمت، وزير دفاع ينتقد الكشف عن الأمر ويقول إنه أمر غير مسؤول، فيما بيني جانت شريك نتنياهو في هذه الحكومة مستاء من عدم إبلاغه. كل هذه يعني التناقضات ربما أو عدم الوضوح في داخل نفس الحكومة، في داخل المكونات الأساسية للحكم اليوم في إسرائيل، بماذا تشي؟ كيف ينظر إليها الداخل الإسرائيلي؟ هل هي تأكيد على هذه الزيارة وعلى المضي قدما ومجرد تبادل أدوار في التصريحات، أم تفيد بعدم اتفاق أساسا على الرؤية؟ نضال، فضلا عما تحدثت عنه الآن، الجهات التي أكدت أو عبرت عن مواقف معينة بخصوص هذه الرحلة الجوية التي يقال أن نتنياهو كان على متنها هو ورئيس الموساد، أيضا الرقابة العسكرية الإسرائيلية سمحت بنشر هذا الخبر إعلاميا إسرائيليا. وفي المقابل وقبل الإجابة والتطرق إلى النقطة الداخلية الإسرائيلية في هذا الشأن، يعني مقابل هذا التأكد الفلسطيني الذي تحدث عنه الزميل عميد شحادي الآن، يعني نحن نستطيع أن نورد الخبر الذي وصل قبل لحظات عن هيئة البث الإسرائيلية أي التلفزيون الرسمي الإسرائيلي، والذي يؤكد في نشرته الإخبارية بأن المستشار العسكري أيضا لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كان ضمن هذا الوفد الإسرائيلي الذي توجه من تل أبيب إلى مدينة نيوم السعودية. هذا من جانب. من جانب آخر، ربما إسرائيليا خرجت الأمور من دائرة التكهنات إلى دائرة التأكيدات بسبب التوقيت، لأن هذا النبأ يأتي بعد تصريحات السعودية على لسان وزير الخارجية طبعا، والتي دعمت تطبيع العلاقات مع إسرائيل. أما إذا أردنا الدخول أكثر في المشهد الإسرائيلي، فهناك من يقول من المراقبين والمحللين الإسرائيليين إلى أن هدف الإعلان عن هذا الخبر ونشر نتنياهو لهذا الخبر على الأقل بشكل غير مباشر هو تحييد الضوء ربما عن الأزمة الحكومية، الأزمة في الائتلاف الحكومي، والتلويح بالذهاب إلى انتخابات مقبلة، خصوصا وأن كان هذا الموضوع مطروح في اجتماعي الليكود اليوم وأيضا اجتماع الحزب الشريك في الحكومة وهو حزب أزرق أبيض برئاسة بيني جانتس. الأمر الآخر وهو يعني أيضا يحمل رسائل أخرى إلى الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن بخصوص الملف الإيراني، الملف الإيراني الذي سيطر على العديد من خطابات المسؤولين الإسرائيليين. يريد نتنياهو من خلال هذه الخطوة، من خلال هذا الخبر، أن يقول أن إسرائيل والسعودية في معسكر واحد فيما يخص هذا الشأن. شكرا لك أمير الخطيب مراسلنا من القدس، شكرا أيضا لعميد شحادة مراسلنا من رام الله.